اليوم جيتكم أنا وميليسا. مرحبا يا أطفال بحصتكم وساعدوا أمي. جبنا لكم وصفات سهلة لتقدروا تعاونوا فيها الأم تاعكم في شهر رمضان المبارك. واليوم جبنا لكم وصفة موس الجوزية. للمقادير تاعها كالتالي: زوج بياض بيض، قرصة ملح، 100 غرام تاع الجوز، 200 غرام تاع عسل، شحال نحب العسل، وشوية حبة تاع الجوز للتزيين. قبل ما نبدأ في طريقة التحضير جبنا لكم مفاجأة أنا وميليسا. السلام عليكم تاتا إكرام، تاتا ميليسا، راني جيت عندكم عباكم شميت ريحة الماكلة، جيت نجري حبيت ناكل. صح على بالك بلي قبل ما تدخل الكوزينة لازم تلبس طابلية. إيه كيما توما. ولازم تاني نغسلوا يدينا قبل ما ندخل الكوزينة. مالا شافي نروح نغسل يديا وندير طابلي تاعي ونجي نجري. بصح بالك وتبداو بلا بيا، راني ميت بالجوع، راني جاي يا ماما يا ماما. باش نبداو في طريقة التحضير لازمنا نطلعوا بياض البيض اونيج مع قرصة صغيرة تاع ملح. دميلي شهيري طلعنا البيض و ميم طون اللي هي اللي راهي دير في البلوندوف، انا نبدا ندير نسخن العسل فوق النار. وياك على بالكم يا اطفال ما لازمش كامل تقربوا للنار وحدكم، لازم يكون معكم واحد كبير. زيدي كملي انتو كانتي يا ديري. دوك مادام غلنا العسل وطلعنا تاني البيض اونيج، نبداو نزيدو في العسل بالعقل بالتدريج ونخلطو ونخلطو. بداي تخلطي دوكا. خلاص على حسابك. زيدي منا ماشي مخلطة في فوالا. هايلة بينجو اسكت شوية. لا لا راني جيعان. على بالك تاتا هيكا مش خاتي ماما كي تكون الكاسرونة فوق الفرن وما ديناش قدامها باش ما تطيحش عليا وتحرقني. ايوا ما لازمش كاع نديرها. وصاتني قالت لي ما ديناش كامل النار. فوالا انا جبت هذيك باش ناكل بها. هاك ديهم نغسل الماء. نغسل الماء عان. انا نغسل نعاونك معليش نعاون تاعك. هذه نشوفي نروح نغسلوا الماء عان. نجي ناكلوا تريريري. وجدت ولا مازال ما وجدت؟ انا جبت مغرفه باش ناكل.
هذه كامل؟ ايه ماشي درتي طعام. من طعام ياك درنا مستعد جوزيه اليوم. ايه وشنو مستعد جوزيه؟ بصح هذه وين الاصل تاعها مستعد جوزيه؟ علاش ما تقولي الحكايه؟ انا عرفتها نقول لك اصلها وين؟ اصلها في الكوزينه. بينغو اصلها في قسنطينه ماشي في الكوزينه. يسمى نروحوا لقسنطينه باش نوجدوها. لا لا هي بدات كي تما هي الاصل تاعها من تما اللي عاد بداو يخدموا هذا. ايه قسنطينه فيها عباك زي شابه قسنطينه فيها جسور معلقه. ونزيد نقول لك واحد المعلومه قريناها في الابتدائي باللي العلامه الشيخ عبد الحميد بن مهديس مولود في قسنطينه. برافو هذيك هي فوالا تخي بيان. دوكا يا اطفال نبداو نزيدو تاني الجوز ونخلطو بالعقل بصح ماشي بالخلاط لازم نخلطو بون سباتول. واسمها هذيك تاتا؟ لا سباتول. سباتول؟ ايه اسمها هذه اسمها مغرفه. راح نرجعها عموس هنا. زين حاله شحال بنينه راني بديت نجوع تاتا ومازال باش توجد مازال. مازال مازال. مازال. زيد لنا هادو. زيد ندي هذا؟ عاطيني سام. وهادو. ما ندوقش انا معليش نحط هادو ثاني. شحال الريحة تاعها شابة يا ماما. فوالا خلطو هكا. لازم نخلطو غير بالعقل. مادامنا دوكا خلطناها نجيبو كيما نقدروا نقولوا كيسان صغاور اللي نقدروا نحطوا فيهم التحليه تاعنا. جيبيهم لي منا روح هالا ياس بصح انا هذا ما يكفينيش لازم كاس كبير هكا كبير باقي لا خلي لي هذه وانتم ما بينغو هبلتنا ما عادش تسكت شويه. جيب لنا مغرفه اللي تحت هذوك. نجيب لك مغرفه راحت ميليسا. مادام هي ما تجيب المغرفه نقدروا نكسروا الجوز بالعقل شويه هكا حبات صغار نحطوهم من تحت. ديري معايا روحي من هاي ميليسا كسري معايا هكا حبات تاع الجوز. اعطيني شد لك المغرفه باش ندوق انا الاول. هلا بصح انا تاتا نحب ندير بزاف حبات تاع الجوز. انا ديري لي بزاف حبات خاطش الجوز والمكسرات فيهم فيتامين سما لازم ناكلو فيتامينات وحاجة صحية. تحب تاكل بينغو؟ راني جيعان. عطيني دوكا مغرفة هاك عاد رجعيها لي باش ندوق بها. يا خي راك صايم. نسيت انتي دايما تفكريني نسيت مزيان فكرتيني. حطو حنايا فوالا نبداو نفرغو في الكيسان تاعنا هكا باش تشوفو. النظافات والنظافه لازم نقيو. شحال جوعتيني كي تشمي ميليسا فيها ريحه تاع العسل والجوز شحال بنينه. عمري وبعد من الفوق اللي يحب يشبحها يشبحها الجوز لازم نشبحوها. عمري شويه بزاف عمري عمري بلاق على كثر نجيب لك كاس كبير زين تاتا هذه ناكلوها مباشرة ولا لازم نديروها في الفريجيدار؟ لا لا دوكا لازم نخليوها شوية في الثلاجة باش تبرد. من بعد ناكلوها. من بعد نزيدو ناكلوها. فوالا باش تجي بنزي شابة. هكذا. هايلة. دوكا نقدروا نحطوا حبات تاع الجوز هكا من الفوق.
دوك حنا احبائي نحطوهم في الثلاجه باش يبردوا ونعاودوا نوليو لكم بعد الفاصل. لتحضير وصفه موس الجوزيه يلزم منا 200 غرام من العسل، 2 بياض بيض، قليل من الملح، و100 غرام جوز. انا رجعنا لكم اصدقائي وانا كملنا التحليه تاعنا مور ما جبدناها من الثلاجه ومور ما بردت، وراهي تبان بزاف بنينه. ودوك ماما تحال تفرح بينا كي درنا لاموس جوزيه. ماما تفرح بك وانا ما نفرحش بك، انا ماشي قلت لكم كي تكونوا حديروا التقديم. شحال شابه وبنينه. ان شاء الله الاطفال كامل يجربوها في المنزل. ان شاء الله كامل تجربوها في المنزل تاعكم وفرحوا الام تاعكم. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد وفصفه جديده. باي باي، على خير. صح فطوركم. صح فطوركم. طباخ ماهر طاهي شغيف وساعد امي في مطبخنا، قال هو امرح في مطبخنا، اكل صحي فيه متعه.